مرض الملاريا هو أحد الأمراض التي تعاني منه العديد من الأسر التشادية خلال السنوات الماضية، بيد أن هذه المعاناة قد انخفضت في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب جهود الحكومة وعزمها على مكافحة مرض الملاريا والقضاء عليه بصورة نهائية في البلاد، وذلك عبر التوزيع المجاني للعلاج والناموسيات المعقمة وتوعية المواطنين لتجنب مسببات الملاريا وغيرها من الحملات الوطنية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى الاجتماع الشهري للصحة الذي يترأسه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو مع مسؤولي الصحة والمانحين الفنيين والماليين، وذلك للتعرف على آخر الأوضاع والمستجدات الصحية من بينها كيفية محاربة هذا المرض ليسلم المواطن التشادي من هذا المرض القاتل. ولقد أثمرت جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو في محاربة هذا المرض إلى انخفاض معدلات الإصابة به، وذلك عبر استراتيجيات تبنتها الحكومة مع شركائها الصحيين منذ عوام عبر وضع برنامج الوطني لمكافحة الملاريا. وقد سخرت الحكومة التشادية في مشروعها لإزالة هذا المرض من البلاد مليارات من الفرنكات الإفريقية بهدف تحقيق برنامج محاربة الملاريا إلى جانب دعم المانحين، ومما يؤكد أن جميع الأسر التشادية ستحصل على الرعاية الصحية من هذا المرض عبر توزيع الناموسيات المعقمة المجانية والأدوية في الأسابيع القادمة، على حسب ما جاء في بيان وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال أثناء الانطلاق الرسمي لحملة توزيع الأدوية والناموسيات للكفاح ضد الملاريا. وقد أردف الوزير في بيانه أن وزارته برمجت عدة أنشطة بدعم من الحكومة والشركاء، وسيتم توزيع أكثر من مليوني جرعة لمكافحة الملاريا ومليوني جرعة أخرى للوقاية من مرض الملاريا الموسمية للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 59 شهرا، وأكثر من مليون جرعة لوقاية النساء الحوامل، بالإضافة إلى 9 مليون ناموسية معقمة ذات فعالية طويلة و1 مليون ناموسية توفر لصالح النساء الحوامل اللائي يأتين للاستشارة الطبية قبل الولادة. كل هذه المعطيات تؤكد أن البلاد ماضية في خطى ثابتة لتحقيق متطلبات الألفية التنموية لمكافحة الملاريا، حيث بدأت البلاد تتبع بشكل متسارع نحو حسم المرض وعلاج مسبباته، كما أن حكومة البلاد وضعت استراتيجيات علمية في توفير العلاج والفحص السريع بالمؤسسات الطبية والالتزام ببرنامج المكافحة العامة، وأن رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إيتنو عازما على استئصال الكامل للملاريا بدلا من مكافحته فقط.